طيب، وللمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة على الأقل خلال الأيام القليلة القادمة، احنا معانا على التليفون دكتورة منار غانم، وهي عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الفل على حضرتك، وأهلا بيكي في 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم، وصباح الخير كمان على كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي فندم. النهارده الجو يعني ايه، ادفأ شويه من امبارح، مش كده برضو؟ اه بالظبط، احنا اليوم بقى بنشهد اجواء شتويه مستقره على كبريه، في زياده لفترات شطاع اشعه، في اعتدال لحركه الرياح، ده اللي بيخلي الطقس اليوم خلال ساعات النهار معتدل الحراره على القاهره الكبرى والسواحل الشماليه محافظات الوجه البحري وايضا محافظات شمال الصعيد، بيظل دافئ على محافظات جنوب الصعيد وطبعا ساعات النهار، لكن خلال ساعات الليل الكتل الهوائيه المؤثره علينا كتل هوائيه جافه بتخلي الطقس شديد البروده على كافه مناطق الجمهوريه، بيوصل كمان لحد الصقيع في وسط سيناء وبعض المناطق من شمال الصعيد، يعني درجات الحراره في المناطق دي بتقل عن 5 درجات خلال ساعات الليل. ايضا كمان فرص الامطار اليوم منحصره تماما وكمياتها قليله جدا بعض المناطق من اقصى الساحل الغربيه للبلاد زي مطروح والسلوم ايضا. تمام، طيب حضرتك متوقعه يعني ان ايه اللي هيستجد خلال الساعات القليله القادمه، ولا سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ اليوم الوضع كما هو بالي الجويه، الامطار زي ما قلنا امطار خفيفه مش هتاثر تماما، لكن احنا متوقعين ان شاء الله يبقى عندنا فرص امطار خفيفه متوسطه على السواحل الشماليه للبلاد، هتمتد كمان لبعض المناطق من شمال الوجه البحري، ايضا امطار خفيفه على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري، قد تمتد ان شاء الله الامطار للقاهره الكبرى، طبعا نسبه الحدوث لا تتجاوز ال 20% على القاهره الكبرى، مساء غدا ان شاء الله ممكن يبقى فيه فرص لامطار، ايضا كمان متوقع من الجمعه القادمه يحصل انخفاض في درجات الحراره في الجمهوريه بحوالي من درجتين لثلاث درجات، هيبدا يعود تاني بارد خلال ساعات وده خلال ساعات. طيب اخيرا دكتوره منار، بعد اذن حضرتك، انت طبعا يعني انت حاضره معانا بقى الجو وتقلباته، وبتشوفي يعني اكيد وبصفه خاصه بحكم تخصص حضرتك يعني فكره درجات البروده، يعني درجات الحراره لما بتنخفض قوي الموضوع ده بيقعد له شويه وبعد كده الدنيا بتدفي نسبيا، بعد كده بيرجع الجو بره تاني وبعديها يرجع يدفي نسبيا، احنا هنفضل على الحال ده ولا احنا عدينا المرحله اللي فيها يعني الانخفاض الاكبر في درجات الحراره زي ما كان حاصل على مدار الاسبوعين اللي فاتوا؟ احنا بالفعل احنا خلاص في فصل الشتاء، فدرجات الحراره خلال ساعات الليل منخفضه بشكل ملحوظ، ممكن في بعض يحصل الجو يبقى دافي خلال ساعات النهار، فدايما احنا مش عاوزين ننخدع لان ده بيبقى يوم او اثنين خلال فصل الشتاء، فدايما النصيحه الاساسيه في الاوقات دي هو عدم تخفيف الملابس، هنستمر في ارتداء الملابس الشتويه ودايما اللي تبقى شتويه جديد، لكن احنا مستمرين لنهايه فصل الشتاء في انخفاض درجات الحراره خلال ساعات النهار. تمام، احنا شاكرين لحضرتك جزيل الشكر وجودك معانا من خلال هذه المداخلة دكتورة منار، شكرا جزيلا لحضرتك.